بصراحه احنا عايزين نبتدي الموضوع من الاول خالص. انت كان جاي لك تشيلسي وليفربول وارسنال، واللي حسم الموضوع ده مكالمه من مورينيو زي ما احنا عارفين. يعني نمره مورينيو طلعت لك ايه على الموبايل؟ يعني برايفت نمبر ولا الشباب عايزه تعرف؟ يعني انت سجلت ايه بعديها مثلا؟ سجلت مورينيو مدرب ولا مورينيو تشيلسي ولا عملت ايه؟ لا والله هي بعتت لي مسج منه في الاول. انا كنت الموضوع كان ماشي في اتجاه ليفربول خالص، فبعت لي منه مسج. ف انا بصيت جوزيه مورينيو كلمني تاني، لان انا كان وقتها يعني كنت خلاص مشغول مع النادي وكنت سايب التليفون ما بردش على حد خالص. فببص لقيت رقم وكلمني مره، وبعد كده بعت لي مسج. فالحزن الحظ انا كنت في الوقت ده كنت لسه راجع من مصر، ما كنتش دفعت الفاتوره بتاعت التليفون اصلا، مش قادر اكلمه تاني ومش قادر اكلم واحد صاحبه اقول له كلمه لي خليه يكلمني تاني. ف مش عارف اعمل ايه، ومش هينفع اكلمه فايبر. فقلت لا، انا ممكن ابعت له الواتساب وهو يكلمني تاني. يعني انا بعت فاتورتك مقطوعه، مش عارف فاتوره مقطوعه، ينفع استقبل مكالمات بس ما ينفعش اتصل. طب انتوا يعني بعد كده ايه اللي حصل؟ يعني كلمته واتساب، بعت له مسج قلت له انا اقدر اتكلم انجليزي فكلمني هو بعد كده. واعتقد يعني مكالمته كان لها دور كبير. يعني شحنت بعد كده صراحه، بعد كده خلاص.